ريكي انسيو. تركي محسن يطلب التغيير من جانب الفريق الهلالي. هذه المرة خروج لمحمد القرني لاعب الارتكاز متوسط الميدان الدفاعي لفريق الهلال في توقيت 8 دقيقة لعب 10 دقائق قبل نهاية المباراة. يخرج محمد القرني. طبعا أكيد المدرب كومبوري يتابع هذه الكرة. عبد الله الصديري بمرة أولى. أول لمس للكرة. إيماريون سو حكم يخلي الأولوية للفريدي. عودة سريعة لإعادة